السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو ديال اليوم غيكون عبارة عن جلابة بالكروشي. غادي نحاول أنني نخدمها بهاد جوج ألوان. أنا هادو هما اللي اختاريت الآن، ما عرفتش غادي نبدل من بعد أو لا. جلابة غادي تطلع علينا إن شاء الله بإذن الله رخيصة. التوب كيف ما كتشوفوا معايا واحد التوب اللي هو زوين، غليظ شويه يعني شاد فراسو مزيان. خديته فقط ب 15 درهم للمتر. يعني ملي كتسمع 15 درهم للمتر غادي تقول يعني كاليتي عيانه، لا هذا يعني لقيته بانه مزيان. فات لي خديت واحد ما زوينش، ولكن هذا صدق لي زوين. 15 درهم للمتر خديت منه 2 متر، يعني 30 درهم. يعني الجلابه توب جلابه ب 30 درهم راه يعني خيال علمي. شوفوا معايا هاد لي موتيف هادو، ما عرفتش كيبانوا لكم مزيان ولا لا. هكا يمكن عطي اللون، ما عطيش اللون الاصلي ديال، ما عرفتش هكا داير اللون، اللون ديال الخيط باش مخدومين هو هذا، هو هذا اصلا باش مخدوم، خدمتهم ليا اختي الله يعطيها الخير. ونفس الشيء بهذا اللون الاخر ديال يعني هذا البوردو، هذا خدمت ليا نفس النموذج هكا. وغادي نشوف انا كيفاش غادي ندير يعني نزوق بهم الجلابه. بالنسبه للفصاله فصلت راسي يعني بكل صراحه، خديت واحد الجلابه اللي فصلها خياط، يعني باش المسائل تطلع لكم رخيصه. جلابه كان فصلها الخياط وبقات، فخديتها كاينه في الدار هنايا، فخديتها وحطيتها على الثوب ويعني فصلت عليها الخياطه. اختي هي اللي مونطاتها ليا، اللي خيطتها ليا. يعني انا غيبقى عليا انا لحد الان درت 30 درهم ديال الثوب، هادشي هو اللي درت. بالنسبه للخيوط راه هاد الخيط هذا يعني ديجا تخدمت به، تخدموا به يعني بياسات وبقى، وبالتالي يعني ممكن نخدموا به اشياء اخرى. دونك دابا غادي نحاول غادي نشوف كيفاش غادي ندير باش نلصق هاد الموتيفات هادو، هاد الاشكال هادو في الثوب، وكيفاش يعني غنزوقهم. غادي نحاول انني كذلك نصايب شوشيات صغار وغادي ندخلهم حتى هما مع عقيق ديال الزمرد باش يعطي واحد شويه ديال اللمعه. اذا باش الا بغيتوا تشوفوا الجلابه في النهايه وتشوفوا الفكره كيفاش خدمتها، بقاو معايا وما تنساوش تشجعوني باش نزيدكم في افكار بحال هكا. ويعني المهم هاني انا نخدم وان شاء الله تشوفوا معايا النتيجه كيفاش غادي تكون.